السلام عليكم. اليوم حنا تنتج يعني مجموعين كمغاربه وكفاعلين جمعويين وكغيورين على هذا الوطن. قبل ما نتكلم، اول حاجه تنبلغوا التعازي ديالنا الحاره الاسر ديال الضحايا ديال هذه الفجيعه اللي المات المغاربه كاملين، وتنبلغوا التعازي الحاره ديالنا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله اياده. واقل حاجه يمكن اللي يمكن نقوموا بها حنا كمغاربه، ونضاونا مع خوتنا مع الاسر ديال الضحايا مع المنكوبين اللي مساكن، يعني محتاجين لكل واحد فينا، هاد البادره فهي ما هي الا تعبير منا على التضامن ديالنا مع هاد الناس هادو، واننا يعني راه ماشي متاثرين، اننا راه تنحسوا بواحد الالم كبير اللي ما تصوروش على البال. بالنسبه لنا حنا كفاعلين جمعويين ومجموعه من المحسنين ومجموعه من الشباب اللي كلهم تطوع، وكذلك الساكنه راه حنا فاتحين هذا المحل هنايا، ومجموعه من المحسنين اللي جابوا مجموعه من المواد الغذائيه، وما تتصورش يعني في كل لحظه تلقى الناس جايبين لك مساعدات اللي عنده اللي ما عندوش، كل شيء باغي يتضامن، كل شيء باغي يتآزر. عندنا مواد غذائيه، مجموعه من يعني الزيت، الحمص، الطحين، اتاي، السكر، القطاني، يعني المواد العطريه، وكذلك الافريشه، كاين الخضار، كاين الملابس، كاين يعني ليكوش الوليدات، الحليب للوليدات الصغار، كذلك يعني حاولنا ما امكن يعني نوفروا يعني الحاجات المهمه، نوفروا ما امكن يعني بواحد الكونتيتي اللي تكون كبيره وتغطي لنا يعني الدواء اللي حنا مستهدفينها. وقبل ما نمشيو نسقنا مع مجموعه من الجمعيات الموجوده في النواحي ديال الشاشه وسط ديال الدواوير المتاثره، نسقنا معاهم، خدينا احصائيات حول عدد الساكنين اللي كاينه تما، يعني باش تكون يعني هذه القافله هذه تكون مسيب لي الناس، جميع الناس ما نقصوا حتى شي واحد، وكل شيء يستافد، وكل شيء يعني ياخذ المساعدات اللي حنا موصلين لهم. يعني 6 دواوير يعني تقريبا معده شي 300 محل اللي كل بغى يستافدوا من القافله الانسانيه اللي دارت هنا في مدينه سلا. هشام وردي، اطار بجمعيه السلام لاعاده هيكله قطاع القدس. نحن اليوم في واحد المبادره انسانيه، هذه المبادره اللي عطاني انطلاقه ديالها السي محمد الزلزولي والاخ مصطفى الموتشو والاخ سمير غنام. بالفعل مباشره من بعد اعطاء الانطلاقه التحقوا الشباب ديال جمعيه السلام والشباب ديال جمعيه روح الشباب والشباب ديال جمعيه الغد المشرق. هذه المبادره هذه اللي غنستهدفوا فيها 6 ديال الدواوير، من بعد التنسيق مع الاخوان ديالنا في المنطقه ديال اقلام شيشاوه، غنستهدفوا 20 اسره في دوار تلوين، 45 اسره في دوار اغني، 70 أسرة في دوار قاطوس، 15 أسرة في دوار تيليليد، و20 أسرة في دوار أكادير إركاكن، و15 أسرة في دوار أكادير نصالح. المبادرة حاولنا نجمعوا واحد مجموعة القفاف اللي فيها مواد ديال التغذية اللي الناس محتاجين ليهم، وكنزيد نجدوا التعازي لجميع الضحايا ديال زلزال إقليم شيشاوة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.